السلام عليكم اخوتي الكرام، احبائي، اخوكم محمود عاطف خلف الكاميرا، امام الكاميرا عم شعبان منورنا باشا، ما شاء الله عليه، الله اكبر. لازم يا جماعه تقولوا ما شاء الله لما تشوفوا كلاب جميله. عم شعبان بيساعد صاحبه باشا في ان هو اللي يكون ماسكه اثناء الحصه لعدم رغبتها في الظهور امام الكاميرا. الحصة بتاعت النهاردة هي حصة للسيطرة على انفعالات باشا، فلو انت الكلب بتاعك منفعل اتمنى الحلقة دي تفيدك. معانا احمد متدرب منور هيساعدنا، فندعيله ان شاء الله بالسلامة قبل اي اصابة. باشا كلب ممتاز ما شاء الله عليه، عايش حياة سليمة جدا، ما كانش عنده اي مشاكل لحد ما راح في يوم من الايام اتدرب في اكاديمية شهيرة. كلب زي ده كان مثالي ما شاء الله عليه، اللي يوصله لانه هو دلوقتي بيهاجم كل الناس سواء في العربية او في الشارع، وبيهاجم دفاعا عن صاحبته لإحساسه ان هي ممكن تتعرض لخطر. علموه العض بطريقة غلط، خلوه بينتش مش بيعض كمان صح. حاجات بقى كتير قوي الكلاب بتتعرض لها في الاكاديميات ظلم، وده السبب اللي بيخليني اصور حالات زي دي، ان انا احذركم من ان انتوا تقعوا في نفس المشكله مع كلابكم. كلبك لو مش هيتدرب قدام عينك فانت ما تقدرش تضمن اللي هيحصل معاه. عم شعبان هتناديله، ناديله يجي جنبك وتكلمه ان هو ما يتكلمش ما يعملش حاجه. اشرف تعال. ايوه كده، قول له يقعد. ست كلمة خلاص بقى هتقولها له عشان يسكت. خلاص ماشي، وهنغيرها بكلام تاني. انت شفت الحصة المرة اللي فاتت ففاهم الفكرة. احمد قوم وقف، قرب بس، خليك عندك، قول له خلاص يا عم شعبان. خلاص كافئه. خلاص طبطب عليه. كافئه تاني بس، خلاص امسك الليش بايدك دي بس من مكان قريب، عشان لما يجي يقوم مش عايزه يمشي، يعني مش عايزه يعرف يمشي، عايزه يقوم مكانه. قول له خلاص. خلاص مش عارف. دبه واحده. ايوه كده خلاص صح. دب تاني. ماشي دب. خلاص قرب منه وانت بتتكلم معاه، قرب منه بوشك وبايدك بس ما تلمسوش خالص. ايوه ماليش دعوه. قول له شش. بص خالص. ماليش دعوه. انا عايزك تاخد بالك يخبطك بدماغه وهو بيقوم ماشي، عشان لو خبطك ممكن يعورك. ماليش دعوه. دب نص دبه. خلاص لا كان ممكن تلحقه، انت اقرا سلوكياته، لقيته هيقوم ده الوقت اللي اتكلموا فيه. دلوقتي قول له خلاص ومالكش دعوه. خلاص مالكش دعوه. دب نص دبه. لا لا كود بوي كده زي ما انا بتكلم. لا خليك ساكت. خلاص برافو. شايف كده هو خضع، بمعنى ايه؟ لما يرجع ودنه لورا، طول ما هو ودنه متاهبه ناحيه الشخص هو جاهز يهاجمه او جاهز يروح له. لما بيرجع رجله اثناء ما انت ودانه قصدي اثناء ما انت بتتكلم، هنا هو خضع لفكرك، بدأ يستجيب لك. فطول ما انت بتكلمه وهو مش مرجع ودانه يبقى هو مش سامعك، فبتفضل تزود في الكلام او تغير فيه او تغير التون النبره بتاعتك. نص دبه. نص دبه. نص دبه. نص دبه. لا ما تسمحش بيها خالص، وما تبقاش لمسه وانت بتكلمه. اسكت خالص. ايوه كده اسكت خالص. وليفلك يعلى زي ما هو بيعلى، هو بيكسر الامر فانت تزود معاه. ابدا تاني كلمه ان هو ما يعملش حاجه. ما يعملش حاجه خالص. اسكت خالص. خلاص يا احمد كافئه. كافئه. قول له خلاص. خلاص لا لا المفروض تبقى جاهز بقى ان احنا مكان ما وقفنا
ما نرجعش للغلط تاني. يعني هو كان سكت من شويه قصاد النص دبه، فالمفروض تاهله لنفس الفكره. ولما بتحرك السلسله كتير في رقبته انت كانك بتكسر الكلام اللي انت بتقوله، فحاول ما تحركهاش. بس خالص بقى صح. صح. لا جود بوي. جود بوي. برافو. جود بوي. نسكت. خلاص. خلاص يا احمد. كافئوا. جود بوي. خليكوا زي ما انتوا. جود بوي. كل ما تسمع الكلام كل ما يدي الايد. امسك ايدك. ايه يا بشار؟ ما تدهلوش دلوقتي. لا 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 خليها بس معاك، خليها معاك. لا عادي خليها جوه ايدك، واقفل ايدك عليها حتى لو هو بيحاول يشم مش مشكله. مش مهم، مش مهم، ما تركزش مع الكلام ده. اهم حاجه ان انت تركز على انه ما يهوهوش. لو سكت وما هوهوش دي المكافاه المره دي. قلنا مالناش دعوه. سكت. لا قلنا مالناش دعوه. دب. اسكت خالص. دب. اسكت خالص. لا بس خلاص مالناش دعوه. اديله القطعه اللي في ايدك. اثبت يا احمد. زي ما تلاحظوا كده، اقل تهديد بيحصل او اقل خبطه بالرجل بتحصل بتخلي باشاي يهاجم. عايز اقول لكم ان هو لو مش ممسوك كان راح عض احمد على طول. كلب بينفذ فعلا، فبالتالي هو تهديد حقيقي. احنا حتى ركبنا هنا في المكتب الجنشه اللي ورا دي اللي هي في الحيطه، وبرده مش مأمنين قوي، فعشان كده عم شعبان هو اللي ماسكه. وان شاء الله نوصل لافضل نتيجه معاه. طبعا باشا هياخد سلسله حصص. كمل على التاكيد معاه وانا بتكلم، يعني ما تشغلش بالك بايه. تمام. خلاص باشا. صح كده. خلاص يا احمد. اكد عليه. اسكت خالص. الناس ده. شاطر. شاطر. جود بوي. الناس ده. خلاص يا احمد. كافئ. اكد بقى المره دي عشان هيدب دب اجمد. خلاص كفايه طبطب. اسكت خالص. رك زك ماش دعوه خالص. جود بوي. جود بوي. ماش دعوه بشار. تعرف تمسك من الحته دي؟ اسكت خالص. ما تدهلوش خالص دلوقتي. دب يا احمد. نسكت خالص مالناش دعوه. كده ودنه مع احمد. ايوه كده ودنه معاه. كده ودنه مع احمد. خلاص. نسكت. دب يا احمد جامد. نسكت خالص مالناش دعوه. جامد. كافي. خلاص يا احمد. خلاص يا احمد. كافي. اديله الحته. ليه بنستعمل هنا مكافآت بالاكل؟ لان عم شعبان مش هو صاحب بشار، فبالتالي لو صاحبته اللي قاعده او الملك للكلب هو اللي قاعد مش هيدي مكافآت بالاكل، لان الكلب مفروض عليه ان هو يسمع من صاحبه. ولكن عشان يفهم ان عم شعبان مش حد مؤذي ومش حد قاعد يضايقه بس او يمنعه بس، لا هو بيكافئه كمان بمكافآت، فيبدا يستقبل المعلومه وهو صدره رحب، مش مخنوق مننا ولا متقدر ولا حاسس ان احنا بنعامله بطريقه وحشه عن صاحبته. دب جامد يا احمد. بس خلاص يا احمد. خلاص يا احمد. ممتاز. احمد قرب خطوتين. اكد عليه يا عم شعبان. مالناش دعوه بشار. قرب. اسكت ساكت. وقف. دبه جامده. مالناش دعوه. خلاص يا احمد ارجع. لما اقول لك ارجع يا احمد تبقى تدي ظهرك للكلب وترجع حتى لو خطوه بسيطه، بس برضه توري له ان انت اديت ظهرك وماشي. لان رجوعك وانت باصص له هو استمرار في التحدي، فما بيفرقش حاجه. أكد عليه. نسكت بشار. مالناش دعوة. نسكت. نسكت خالص. جود بوي بشار. جود بوي. جود بوي. ما تدهلوش دلوقتي، اصبر عليه. يلا دب. جود بوي. نسكت خالص. دب جامد. خالص. ما تقربش أكتر من كده، ما تقربش أكتر من كده. دب بس من عندك. خلاص كفو بالذهاب يا عم شعبان. جود بوي ما شاء الله. طيب دي كانت حصة النهارده. جود بوي.
طيب دلوقتي احنا جبنا محمد عباس. ده على شهر. لازم تدلوش. كلمه انه مش حاجة. لا ما بتفع. مش حاجة. ايوه. مش احنا خالص. الناس دعوة. دب بس نص دفه الناس دعوة. ايوه ايوه نفس خالص كده. خلاص اثبت يا بيسا. طبطب عليه. الناس دعوة. مشاء الناس دعوة. ايوه بس كفايه. جود بول. دبه جامده واحده بس. برضه الناس دعوة. نفس خالص. دب يا بيسا جامده. اديله يا عم الشعبان اللي في ايدك. جود بول مشاء. جود بول. ليه دخلنا محمد عباس؟ لما كان محمد عباس هو اللي بيقف واقل حركه بيعملها كان باشا عايز يموته. دب نسكت خالص. خلاص يا محمد تقدر تخرج. وانت خارج خليك باصص له في عينه كانك بتتحداه وانت اكد عليه يا عم شعبان. الناس دعوه. يلا اخرج اخرج. ايوه نسكت خالص. الناس دعوه. جواب جواب. الناس دعوه. بس افتح وخرج. الناس دعوه خالص. نسكت. كفو يا عم شعبان. جواب جواب.